طيب دلوقتي انا عايزة احط صورة جنب كل واحدة. هنعمل insert للصورة من هنا. انا مجهزة صور لكل لغة، نعملها insert طبعا، نصغرها عشان دي يعتبر زي لوجو صغير كده جنب الايه، جنب الكلمة، بحيث ان هي تعرف في البرزنتيشن بتاعها. تمام. طيب ممكن نفس اللي انا عملته في التكست بوكس اعمله مع الصورة. ندوس كنترول ونسحبها لتحت، هتتسحب معانا هي هي برضو على نفس اللاين. طيب دي صورة هنغيرها ازاي؟ احنا مش هنمسح، هنعمل كليك يمين تشينج، في هنا تشوز اسمه تشينج بيكتشر، هندوس عليه، هنختار الصورة اللي احنا عايزينها. تاني واحدة كده بايثون انسرت، اتغيرت الصورة بكل سهولة. تشينج بيكتشر برضو مع ال HTML، this device HTML. تمام. طيب انا كده مش هحط اكتر من كده في السلايد دي. تمام. ممكن ان احنا نطلع دي شوية فوق عشان ما تكونش لازقة فيها، تكون شكلها مش لطيف. هنعمل سلايد تانية هنحط فيها بقية اللغات، CSS JavaScript، نخطو كوبي، بس كل واحدة لوحدها، ناخدش الاتنين مع بعض عشان ما تحطوش في تكست بوكس واحدة. انا عايزة كل واحدة لوحدها، وناخدها كنترول برضو زي التانية ونسحب على تحت. تمام. هنغير دي، نجيب الجافا سكريبت، نعملها بيست. تمام. طيب الصور نفس الكلام، في insert picture this device، ونختار صورة CSS. نصورها ونحطها جنب CSS، من control برضو ناخدها copy تحت ونغيرها change picture لل JavaScript. كده بكل سهولة عملنا السلايد التالتة. تمام. دلوقتي عايزين نعمل سلايد هو مجرد presentation قصير، عرفنا بيه ازاي ان احنا نعمل الديزاين يكون نجذب انتباه. فدلوقتي هنعمل نيو سلايد، هنعمل insert text box، هنكتب الكلمة اللي احنا كلنا بنحبها وهي thank you. تمام. هنغير الفونت بتاعها، بس نحددها الأول. ممكن نغير الكالر عادي. دلوقتي احنا يعتبر خلصنا الديزاين بتاع السلايدات، لكن بقى احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل عليهم ترانزيشن. ترانزيشن ان احنا هنتحكم في حركة السلايد، هل هي وقت العرض هتطلع لفوق تنزل لتحت، هي يعني دي مثلا ترانزيشن ويب. في ترانزيشنز كتيرة قوي ممكن نستخدمها حسب السلايد هي في الأول ولا في الآخر، حسب البرزنتيشن اللي انت هتعملها. يعني مثلا دي ممكن نعملها بوش لفوق بحيث ان هي تاني سلايد، هنا ممكن نعملها كده بحيث ان هي تدي افكت عندنا وتدعم البرزنتيشن اللي احنا بنعمله. تمام. طيب في عندنا خصائص هنا للترانزاكشن دي،
يعني احنا لو عملنا apply to all للترانزيشن دي هتبقى في كل سلايدز. تعالوا نجرب اهي، احنا اخترنا الترانزيشن دي، عملنا apply to all. نعمل هنرن من هنا سلايد شو. طيب علشان ننتقل ما بين سلايد للتانية هنعمل كليك بالماوس اهي، نفس ترانزيشن بالظبط. طيب احنا لو حابين نعمل كل واحدة ترانزيشن لوحدها يكون احسن عادي يعني. اهي عملنا كل واحدة ترانزيشن لوحدها. طيب احنا لو عايزين نقلل الوقت، يعني انا شفت ان هنا لما اخترت هنا الترانزيشن دي اخد وقت كبير قوي، انا مش محتاجاه، يعني مش محتاج كل الوقت ده، فانا هقلل الوقت من هنا. في هنا تاني اختيار بيقلل وبيزود الوقت على حسب اللي انت عايزه. كده قدرنا ان احنا نعمل الترانزيشنز بتاعت السلايدز. تمام. طيب انا اقدر اتحكم ان احنا ممكن مثلا في البرزنتيشن وانا مش عايزة اكليك بالماوس، او ممكن في هنا اون ماوس كليك وفي افتر. لو انا مش عايزة ان انا اعملها بالماوس وهي سكرول مع نفسها، يبقى بعمل افتر، بشيل اون ماوس خلاص، وبديها التايم اللي انا محتاجاه علشان هي ايه، يعني مثلا ثانية، كمان كل ثانية هتقلب السلايد اللي بعديها على طول. يعني مثلا اهي عملناها بعد ثانية، بس نرجع الباوربوينت من اوله. لازم كل سلايد نحدد لها كده، يعني في مثلا ممكن سلايدز انا عايزاها بالماوس، ممكن سلايدز تانية لا انا عايزاها ديفولت. كل سلايد ليها، يعني مثلا كلهم هختارهم after one second عشان نشوف هيتعمل ازاي. تمام، دي احنا كنا عاملينها. نعمل بقى سلايد شو عشان احنا بدأنا من الاخر، نبدأ من الاول. اوكي اهو بعد 1 سكند على طول بيعمل سكرول ديفولت. تمام، بعد ما بيخلص بيديك خلاص انت تروح انت طالع. طيب احنا عملنا ترانزيشن وعملنا ديزاين، فاضل لنا بس حاجة واحدة برضو هتفرق معانا في البرزنتيشن، ان احنا نعمل انيميشنز. انيميشنز على الصور او التكست ذات نفسها. يعني احنا هنا لما ندوس على الصورة هيطلع كذا انيميشنز. تمام، في انيميشنز كتيرة كمان غير دي. يعني احنا عملنا كده واخترنا مور او الواحدة، هنلاقي كتير قوي قوي انيميشن. نختار الشكل اللي احنا حابين والشكل اللي يناسب البرزنتيشن بتاعنا بحيث ان هو يبرزها حسب برضو انت عايز تركز على ايه. يعني لو عايز تركز على التكست ممكن تعمل انيميشن صغير شوية تجذب الانتباه لايه، فدي حسب الطابق وحسب انت بتعرضها فين، حسب كل حاجة. يعني اهو تكست اخترنا شيب معين، مثلا ندوس كمان التكست دي لي انيميشن معين، والصورة برضو لوحدها انيميشن، والتكست ده برضو انيميشن لوحده. يعني مثلا دي كويسة عشان الصورة، أنا برضو
كويسة حسب ذوق كل واحد. نعمل لكلهم نديهم انيميشن علشان نرون ونشوف ايه اللي هيظهر عندنا. اهو اخر حاجة thank you. نعمل سلايد شو، بدأنا من الآخر تاني عادي، نبدأ من الأول. هي بتظهر على طول عشان أنا عاملاها أساسا سكرول بعد one second، فهي ديفولت بتظهر كده. حسب الترتيب اللي انا عامله بين انيميشن، يعني ايه اللي انا عايزه اعمله الاول. يعني تلاحظوا ان هنا دول ظهروا وبعد كده دول، عشان انا كنت عامله دول وبعد كده عملت البايثون. فحسب اللي انت عايز تظهره الاول تعمل له الانيميشن، حتى كنتوا تلاحظوا انه في هنا ارقام 1 2 كده. بس ده كانت البرزنتيشن بتاعتنا، هي سامبل زي ما قلت لكم. بس يا رب تكونوا استفدتوا، ما كنتش طولت عليكم.